اعتصام القصر الرئاسي في قلب الخرطوم دخل يومه الخامس وسط دعوات من منظميه وقوى سياسية إلى تكثيف الاحتجاجات غدا الخميس. وفي المقابل تتصاعد دعوات جهات عدة بينها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة إلى احتجاجات مماثلة يخشى من حدوث احتكاكات خلالها، خاصة بعد إطلاق نار عرفه محيط مقر تابع للحركة التي يقودها مني أركم النووي أثناء احتجاجات مساء الثلاثاء في أم درمان. غدا إذا سمح لمواكب الحرية والتغيير المجلس المركزي بالمرور إلى الخرطوم سيحدث اشتباك بينه وبين المعتصمين أمام القصر الرئاسي، وإذا تم حجزها ومنع من الوصول إلى وسط الخرطوم غد يحدث احتكاك واشتباك مع القوات النظامية. لذلك غدا يوم يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى عقلاء من أجل منع هذا الاصطدام الأمني الذي ربما يقود البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ. مساعي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتطويق الأزمة قبلت بموافقة الشق العسكري ومجموعة ميثاق التوافق وتحفظ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. كل التصريحات التي تصدر عن الأطراف الثلاثة تؤكد أنهم قبلوا بهذه المبادرة، مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقطعا المبادرة نفسها لم تنتهي تكتمل إلا بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء مع كل الأطراف واستشارهم حول هذه اللجنة لحل المشكلة، حل الخلاف، وقبل كل طرف بأن ينتدب شخصين من طرفه ليكون عضو أعضاء في هذه اللجنة. جهود حمدوك في هذا الإطار يضاف إليها جهد بريطاني أمريكي مكثف لاحتواء الاحتقان السياسي الذي يهدد العملية الديمقراطية برمتها. وسط توقعات بيوم عاصف في السودان الخميس تحاول الأطراف المختلفة طمأنة الجميع بالتجديد على السلمية والبعد عن العنف. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.